السلام عليكم. ده جهاز جارمن زومو 595. الجهاز عليه خريطة أوروبا والخليج 2019 وإعدادات الخريطة والعربة ماي مابس. الجهاز عليه خريطة أوروبا 2019 والخليج كاملة 2019، ومنزلين عليه جميع الأماكن السياحية باللغة العربية. إلى أين؟ إلى أين؟ تم الحجز. جميع الأماكن السياحية نازلة، مثلا ألمانيا، النمسا، إيطاليا، سويسرا. الجهاز يدعم اللفات كاملة. إلى أين؟ نفترض مثلا نعطوله مسار ويتكلم بالعربي ويتكلم بالعربي، ويدعم اللفات وكاميرات السرعة. يدعم اللفة بجميع المخارج والكاميرات يطلعها والاتجاهات.